اخويا عندك خالد طارق صوتوا عليها. السلام عليكم. بغيت نولي انايا لواحد الطرح طرحه الزميل فيما يخص كتله جبهه التحرير الوطني. هي ماشي مفروض باش نهضروا على كتله مكتل في مجمع الكريم، ولكن اضطر الامر باش نوضحوا الامور. اسمحوا لي ما تقاطعونيش، خلوني نتكلم. يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائد. لو بروبليم كي سوبوز او نيفو دو لاسومبلي سي ان بروبليم المجلس التنفيذي. كاين 12 واحد ولا 13 واحد من الكتله اللي ما حضرتش في الانتخاب. صاير باللي الثالث اللي كلاس الثالث قادر هو يكون برومي ويكون مقترح من طرف سيد الوالي. هذه اولا. ثانيا كاين دو ديسيزيون كحنا كتله لازم نحضروا فيها من رئيس البلديه حتى العضو البسيط الثاني اللي ينتمي للكتله. ثالثا نوضح امور فيما يخص الحزب جبهه التحرير الوطني. جبهه التحرير الوطني كلش راه مجمد وكلش راه منحل من المكتب السياسي اللجنه المركزيه المحافظه. خلوني نتكلم باسمي وباسم مناضل جبهة التحرير الوطني خير منك. ما كان لا سوبر ميليتون لا سوبر كونديدا لا سوبر ايلو. نوضح الامور. انت في سيستير عندك قوانين ابليس قاطيك قاطيك انا ما قلت لك كنت نعطيك الشاشة على التساوي. كنت قلت مع ابليس انا كنت نعطيك الشاشة على التساوي. كي قلت انا ما قلت لك كنت نعطيك الشاشة على التساوي. اسمعوا الله يخليكم.
انا راني نشوف الخدامه وسكاكين وطارق بصح حتى واحد ما هضر على اللي راه يدور المدينه. Yeah.
كان في بداية الأمر المجلس باش نجاوب شي بعض الأفراد الإخوان الأعضاء اللي تكلموا، التركيبة تاع المجلس اللي كان يقول الانطلاقة كانت خاطئة. أنا نولي شوية الرو، الانطلاقة كانت بالتشاور، ونعلم من الإخوة كاع الحضور التركيبة تاع المجلس الشعبي البلدي تاع بلدية سيدي عباس. تتركب التركيبة تاع المجلس من 12 عضو أفلان، هذه المناصب كانت 18 منصب سكارة طواق، كانت 18 منصب دائم، 18 منصب دائم، 12 منصب أفلان، ثلاث مناصب أرندي، زوج مناصب الاتحاد، ومنصب واحد للكرامة. دروك بغض النظر على اللي دا بزاف اللي ما داش بزاف، اللي منا هذا الاجتهاد تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي في بدايه الامر، وله كان له الاختيار والقانون يخول له ذلك، ان يختار النواب ان يقترح ويختار نوابه من 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 التركيبه، ويختار كذلك المندوبين اللي هما سته كذلك من التركيبه، وتعرض على المجلس وتصادق ويصادق عليها المجلس الكريم. إذن هذا ما تم في ديسمبر ولا في جانفي 2017 أو 18. المجلس في بداية الأمر قدم المجلس درنا واحد زوج مداولات ولا ثلاث مداولات، وفينالمون من بعد صراو مشاكل سوء تفاهم مع رئيس المجلس. الإخوة الأعضاء الأغلبية اللي راه تكلم بالأغلبية الأغلبية رفعت شكاوي ودعاوي الى السيد الوالي باش سحب الثقه من رئيس المجلس. وفي اخر المطاف الاغلبيه لا تجدي لها اي نفع بهذه كما نقولوا حنايا لابيتيسيون. لماذا؟ لان القانون ما يخولش للاغلبيه باش تقلع رئيس المجلس الشعبي البلدي. Thank you.
ويخدموا والنتيجه تاعهم راهي باينه يبدوا اونبوست وهم يدوا 10 لا 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 مدوا 10 وزيد كاع تاعهم. هذه الجمعيه العامه اليوم مصيرها. نعم مصيرها يسوق جو دو مارشي سينو سينو الحل يبقى عند الدوله هذا ما كان نسيتو باسكو واحد قد ما راهش باغي يفهم ملي الناس تخدمت عليه على خاطر المدينه سي كراف. الحل يبقى عند الدوله. الوالي ولا تيدي بعد الصيام السبت شدد اللهجه مره اخرى على وضع السائد في البلديه. وانا نظن هذا هو الحل. هذه يعني نحن درنا كل اللازم. واش تطمئن المواطنين المصالح معطله ام لا؟ لا ما عندناش بالنسبه للمشاريع بالنسبه للاداره بالنسبه للطرق. لا 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 قالك من غير الوثائق لربما للحل المدني. لا لا شوف المشاريع انطلقوا انطلقوا احنا عمرنا ما حبسنا باش تكون في الصوره ماشي بون. احنا كانت عندنا لا سوبستيتيسيون اللي دارها الوالي الاول على كل حال الله يغفر له معليش نوطو اللي كان ضيع لي خمس شهور من السته هذه الاولى. مشاريع قلعت وانا نتبع فيهم ولا ربي يكتب لنا على واحد ولا تروا جور ولا ندير لهم بوان دو بريس ونعطي كلشي كاع الصور غير نشوف. قبل نهايه السنه الحل يكون خلاص؟ انا نظن شوف غادي نهضروا هضره نيشان هذو كاع هاد السينما راك تشوف فيها فيها نقطه استفهام هي تاع السينما هذه هي راه السوق راه هنا تاع السينما هذا ما قصدي نتفهمها.
يعطيك الصحة. لم نتفق على مسألة النقطة الرابعة في الأعمال، مفروض الرئيس ينتقل بنا إلى النقطة الخامسة اللي هي الميزانية الإضافية، الميزانية الأولية واللي كنا ننتظروا باش نناقشوها بكل يعني مسؤولية، ولأنها تم مواطنين يعني مباشرة بعد عدم الاتفاق على النقطة الرابعة، يعني فاجأنا بأنه يعني يرفع الجلسة ويغلق الدورة بصورة نهائية. إذا حنايا نداءنا إلى ولا يعني للمواطنين أننا لم نتسبب أبدا في موضوع الميزانية، راكم كنتم لاحظتم بأم عينكم أن الرئيس أغلق الدورة دون المرور إلى النقطة الخامسة اللي هي الميزانية. إذا رسالة للمواطنين والإدارة بأننا لسنا مسؤولين عن هذه الحالة اللي وصلها المجلس، وهي يعني بسبب يعني الضعف وسوء التسيير اللي راه ينتهجه السيد رئيس المجلس للأسف الشديد. شكرا لك. بعض الأعضاء يقول باللي انت راك حبست الجلسة دروك وما روحتش للنقطة النقطة الأخيرة تاع الميزانية تاع 2019. ماذا رأيك؟ Je réponds très simplement. Ça c'est de la mauvaise foi. 150 milliards de fois قلت لهم فوتوا الميزانية تاع المدينة. قلت لهم vous avez bloqué le BS, vous allez encore bloquer le BP. Et vous allez être la seule assemblée من الاستقلال لهنا اللي بلوكات دو بيدجي. وقلت لهم عاود رد لا كاسيت راهو تاع لا دينيير فوا. شنو قلت لهم؟ قلت لهم راكم غالطين اللي راكم حاسبين باللي لي بيدجي تاع تاع بوجلال. لي بيدجي سي لا فيل. سي لي سالير سي لو ديفلوبمون سي هذه فيهم كلشي. ولا لا؟ هما لا فوت لنا هذه وحنا عندنا الاغلبيه ندخلوا كاع ليكيب تاعنا كيما نبغوا ولا ما نروحوش الميزانيه. دونك سي با مو. 100 مليار دو فوا نقول لهم روحوا الميزانيه وهذه عندنا الوقت عليها غير بالعقل. نتفاهموا عليها باسكو باغي نفسر لك حاجه دروك حنا كي نروح لهم انا في الطرح تاعهم غادي نعاود نخلق ان اوتر كلو دو مي كونتون دونك سي طاد سافا تي انسبيرال عليها قلنا ايدين ميديان شنو قلنا حنايا قلنا هادو سبعه تاع رجال جو دي بي رجال اللي قاعدوا واقفين بوندون ان اون والمطرق مورانا وكل شيء وحنا خدامين راهم قاعدين وهما يدوا 10 تاع لي بوست فوق هادي شرام باغي سيد رايس الله يخليك انت حبستوا الجلسه دروك صباح الله وحبستوها وقفتوها واحد ربع ساعه باش تدخل في كي دخلت هما فاش راهم يلوموا كي دخلت الدخله تاعك الاولى قلت مازال هما شادين في القضيه تاع التشكيله سي لا بروبليم هما لو بوت نتاعهم ما يليقش يقعد قط مجمع نتاعي هذا ممكن ما قديناش نطردوك عام وحنا نحاربوا فيك حنا 70 مليار واحد بصح دروك غادي ندخلوا لك لداخل في كي يقول في المجلس ونطاكوك من الداخل هذا ممكن باش تعرف باللي دون توت سيت هيستوار شفتوا بعينيكم كاين اللي يشعل الفتيله كاين اللي شويه زيت فوق النار كاين راك فاهمني لي زانتيري سون ديفيرون ولو بروبليم شفتوه نتوما بعينيكم باللي سي ان بروبليم بيرمون اف ان ان والدنيا كاع تعرف باللي الاف ان ان مكسوم وليكيب راهي دايره الفي بانه تعمل بوان عليهم